I am sorry. لا عادي يعني مفيش مشكلة. نكمل من اللي وقفنا فيها صح؟ مش محتاجين نبدأ من الزيرو. ها؟ لا لا مش لازم. اوكي very good. فكنت بقول ايه؟ كنت بقول السيستم كولز هو عبارة عن functions, function calls زي الفانكشن كول العادية, بس المرة دي الفانكشن اللي بناديها مش موجودة في library زي studio.h او iostream.h او whatever, مش موجودة في library, لا هي موجودة جوه الـ OS. فالسيستم كول معناه ان انا بنادي function جوه الـ OS, الـ user space, الـ application اللي موجودة في الـ user space. اوكي, بتنادي function جوه الـ OS. اهو بص, السيستم كول is like a function call, but the function is inside the OS. So system call is a call by an application which is in user space. يعني ال application موجودة كحاجة ليها privileges بتاع user, مش ليها ال privilege بتاع ال OS. To a function inside the OS. يبقى ال system call ال application الموجودة في user space بتنادي ال function الموجودة جوه ال OS عشان ال function تعمل لي خدمة, تعمل لي وظيفة معينة أقدر أستخدمها. Sometimes كلمة system calls تبقى aggravated, abbreviated لsys call. فأنت ممكن تلاقي في documentation بتاعت أي حاجة أو online كلمة sys call. Sys call يعني system call. وsys call دي أنا بستخدم المصطلح ده لحاجتين. بقول sys call لل process نفسها, لما أنا أنده function ولا أنا عملت sys call, يعني أنا ندهت function. وفي نفس الوقت ال functions نفسهم اللي جوه ال OS's, اللي هو ال functions اللي ممكن أديها جوه ال OS, في يوزرز بيسموها سيستم كولز برضه. فالفانكشنز نفسها اسمها سيستم كولز, وسيستم كولز هي برضه البروسيس ان انا بنده الفانكشنز دول عشان يعملوا لي وظيفه. التو سيستم كولز اللي احنا ناخدهم النهارده اللي هم الفانكشنز جوه الاو اس اللي احنا بنديهم هم الفورك والاي اكس اي سي. دول التو فانكشنز اللي احنا هنديهم من اليوزر سبيس عشان يدوني خدمه معينه او سيرفيس معينه من الاو اس. اوكي؟ Very good. تعالوا نشوف مع بعض الـ system calls دول بيعملوا إيه. هنبدأ الأول بـ fork. Fork هو الـ process أو الـ function اللي أنا بناديها عشان أبدأ process جديدة. وأنت بتخلق process جديدة عشان تنادي برنامج جديد يتنشئ جوه الـ OS, أنت لازم تستخدم الـ function call بتاع fork. أوكي؟ يبقى fork starts a new process. This process inherits all attributes from the process that calls fork. ما هو fork ده function, فأكيد في برنامج نادى fork. يعني استخدم الفانكشن اسمها فورك عشان ينشا البروسيس الجديده. لو انا بدبل كليك على الابلكيشن يبقى البروسيس اللي هتنادي فورك ده هو الجي او اي الجرافيكال يوزر انترفيس. يبقى الكود بتاع الجرافيكال يوزر انترفيس هيهاندل الايفنت بتاع الماوس دبل كليك على الابلكيشن ان هو ينادي الفانكشن اسمها فورك. دي مفهومه ولا لا؟ ايوه يا دكتور مفهوم. فيري جود. ولو احنا بنتكلم على التيرمينال اللي هو الشاشة البيضاء اللي بتكتب عليها أو الشاشة السوداء على حسب أنت السيتنج بتاعتك إيه, يبقى الترمينال الترمينال بتاعك اللي هو الباش أو ال أخدنا لعب في المادة دي ولا لسه؟ بدأنا لعب. شفنا الشاشة دي مكتوب عليها باش من فوق. أوكي, باش از الشيل, ذا شيل ذا انتربريتر للشيل لانجوج, بقدر كوميونيكيت مع الكيرنل منها. فلو انت بتنادي بروسيس يعني دخلت على الشيل ده وكتبت اسم البرنامج, فور اكزامبل كتبت ls مثلا او كتبت اسم بروجرام نوت باد اي اسم بروجرام, ايه اللي هيحصل؟ ان الشيل هتنادي فورك. المهم ان في برنامج هينادي فورك, يا اما الجرافيكال يوزر انترفيس يا اما الشيل. ولما ينادي فورك اول حاجه بيعملها بيخلق كلون كوبي من البروسيس اللي نادت فورك. فانا لو باش اللي هي الباش سكريبت شيل سكريبت نادت فورك هيبقى عندي نسختين من باش, النسخه الاصليه والنسخه الجديده اللي هتنشا بعد لما انادي مين؟ فورك. دي مفهومه؟ اوكي بيرفكت. يبقى دلوقتي البروسيس الجديده اللي بدات هتنكلود كوبي من كل اللي حصل قبل كده. الكوبيز دي هتبقى انكلود سيم ميموري كونتنتس, خلق لها نفس الميموري كونتنت, نفس الكود سيجمنت, نفس الستاك سيجمنت, نفس الانستركشنز كلها نفسها. سيم اوبن فايلز, يعني لو كانت الباش فاتحه ملفات معينه ونادت فورك, البرنامج الجديد اللي هيشتغل بعد لما نادي فورك هيبقى عنده نفس الاوبن فايلز, but not same locks. اوكي, بس مش هياخد نفس اللوكس. اوكي, يبقى بياخد السيم ميموري كونتنتس,
same open files, same registers اللي احنا كنا بنسميها ايه مجموعه الريجسترز. مجموعه الريجسترز كانت بتوصف البرنامج واقف في اني حتى كنا بنسميها اسم. حدش فاكر؟ context فاكرين؟ اوكي؟ فيبقى ليها the same context, the same open files, the same memory context, كل حاجه. كل المحتوى نفسه ما عدا اللوكس، اللوكس مش بتبقى inherited. اللوكس اللي هي انا قافل على any resource، هنتكلم على اللوكس قدام شويه، بس these are not inherited. طيب معظم من الناس دلوقتي او انتوا وانتوا قاعدين تتكلموا معايا دلوقتي ممكن تقولوا لي حاجه، ممكن تقولوا لي طب لو ده حصل ايه لازمه الفورك؟ يعني كده الفورك انشات كوبي من البرنامج الاصلي. يعني مفيش حاجه جديده جت. يبقى كده عندك نسختين من نفس البرنامج شغاله. استفدت ايه؟ استفدت ان الفورك هي اول خطوه بس بتنشا البي سي بي. يعني لما عملت كده انا نشات بي سي بي جديد، شاور على المكان بتاع الذاكره، عملت انهيرتنس للفايلز، اخذت نفس الكونتكست، وبعدين ممكن اخد الايمج بتاع برنامج تاني واحمله في الكونتكست اللي انا خلقته. يعني فورك بيكريت كانفاس. شوف بص الفورك بيكريت كده على الـ على الـ على الميموري مكان فيها الكود والديتا وبلا بلا بلا بلا، وبينشئ بي سي بي. اوكي، وطبعا نفس الريجسترز فيها، نفس الاوبن فايلز بلا 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 بلا، والبي سي بي طبعا مشاور هنا. وبعدين ده كده خلق لي مكان في الذاكره ممكن احمل فيه البرنامج اللي انا عايزه. وبعدين لما اعمل اي اكس اي هاجي هنا جوه الكود سيجمنت ده، امسح اللي كان مكتوب واكتب مكانه البرنامج اللي انا عايزه، وامسح الداتا اللي هنا واكتب الداتا بتاعت البرنامج اللي انا عايزه. يبقى تو ستيبس. اول حاجه فورك بتكريت الستراكشر الموجود ده، بتحجز مكان في الذاكره، بتكريت البي سي بي بس بتبقى كوبي من البرنامج الاصلي، وبعدين بنادي اي اكس اي، الاي اكس اي بيقدر يكريت البروسيس الجديد. فانت بعد لما تعمل الكلام ده اهو بنادي فانكشن اسمها اي اكس اي سي. This loads the image of the new program. Okay, يبقى قبل ما انت تعمل exe see you're actually you have a replica, you have a clone, a copy, copy من البرنامج الاصلي. Okay, بعد لما تعمل exe see انت عندك برنامج جديد اللي هو البرنامج اللي انت عايز تحمله فعلا. في كذا version من ال exe دي، في 100,000 version، بس ال version اللي انا هشرحها لك النهارده او هجيب سيرتها النهارده هي الـ EXECD. اوكي؟ وفي السكشن ان شاء الله المعيد ان شاء الله هيدي لك examples كتيره من الـ EXECD ده. طيب تعالى ناخد الاول خطوه خطوه، نبدا بالفورك نبص عليها بتفاصيل اكتر. يعني ايه الفورك بتشتغل ازاي؟ وايه القيم اللي بترجعها؟ احنا اتفقنا مع بعض ان كل process او كل برنامج لو ما اتفقناش نتفق دلوقتي ليه جوه البي سي بي بتاعه يونيك اي دي بيعرفه. اوكي؟ لو ما قلتهاش قبل كده انا هستاذنك اقولها دلوقتي. يبقى كل بروسيس من البروسيس اللي بتشتغل ليها يونيك اي دي، رقم سيريال نمبر، بيعرف البروسيس دي رقمها كام. الرقم ده بنسميه بي اي دي. بي اي دي فور بروسيس اي دي. يبقى كل برنامج موجود عندي في السيستم ليه بروسيس اي دي بتاعه. فانت لما تيجي في كود عندك اهو int main مثلا. اوكي، وده مش كومبايلر فمش هيكتب كويس، يعني مش هعمل syntax highlighting بس معلش سامحوني. اهو عندي int main، وجيت هنا عندي int d تساوي 2 مثلا او 3، وبعد كده قلت له fork، بعد كده قلت له هنا مثلا اقول ايه دي بلس بلس مثلا، وبعد كده اهو print f percentage d comma d مثلا. just an example بس عشان اوضح لك الدنيا، بس احنا هندخل بالتفاصيل اكتر كمان شويه. طب this is a process this is a program موجود جوه سي، والبروجرام ده هو شغال عمل system call fork. هنا بي كرييت a new process. بس خلي بالك في الكود اللي انا كتبته، هل انا مستخدم اكس اي سي هنا في الكود ده؟
لا، يبقى البروسيس الجديده اللي هتخلقها هتبقى ريبليكا كوبي من البرنامج الاصلي. يبقى انا كده دلوقتي لما انادي فورك في الخطوه دي في الذاكره، انا عندي برنامجين الاثنين يحتوي على نفس الاشياء، يحتوي على نفس الكود الموجود عندي هنا. دي مفهوم لغايه دلوقتي ولا فيها حاجه؟ حلو قوي. مفهوم. وبعد لما انادي فورك البرنامجين التو فانكشن تو بروجرامز، يبقى عندي تو بروجرامز مختلفين، تو بروجرامز مختلفين يكملوا اكسكيوشن من بعد الفورك، يبقى الاثنين هيتنفذوا هنا، الاثنين ينفذوا ستارتنج من الحته دي. اوكي طيب. زي ما اتفقت معاك السيجمنتس بتبقى كوبيد، يعني كل برنامج بقى عنده نسخه مختلفه من السيجمنتس. فور اكزامبل هيبقى عندي كام مكان في الذاكره اسمه دي بعد ما نادي فورك؟ 2. مكان مكان هنا اسمه دي في 3، ومكان تاني هنا اسمه دي بتساوي برضه 3. اوكي وبعدين لما اعمل دي بلس بلس هنفذ دي بلس بلس مرتين، هيبقى هنا في 4 وهنا في 4. اوكي وبعدين بعمل في الاخر print f percentage g هتطبع لي على الشاشة 4 مرتين because I actually have two copies of this program. مفهومة دي يا شباب؟ تمام. حلو قوي. طبعا it is expensive. It is expensive ان انا انقل اعمل copy من كل الداتا، صح؟ انا عملت copy هنا من الداتا، وافترض كان في داتا كتيرة قوي. داتا كتيرة قوي هنا a lot of data. A lot of data. لو في a lot of data it doesn't make sense ان انا انقلهم كلهم اول لما البرنامج يشتغل. في حاجه ممكن استخدمها عشان اخلي عمليه النقله دي efficient اسمها كاو. كاو سي او دبليو. لو سمحت بكره ولا بكره is too soon. بكره is not too soon. بكره تبعتوا لي يعني ايه كاو بتشتغل ازاي. First assignment. أنا كنت بعت assignment على المودل، هغيرها بقى وأحط دي مكانها لغاية ما أشوف موضوع الكتاب. First assignment بتاعي عايزك تقول لي كاو بيشتغل إزاي. أوكي؟ نرجع تاني، ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة أنت لما تعمل fork أنت بتعمل نسخة duplicate من الداتا اللي موجودة من الـ variables اللي هنا، بتعمل لها copy تانية. copy تانية في البرنامج اللي لسه بدأ. انا بقول لك انت it is very expensive لو انا هعمل copy لكل ال variables. انا مش محتاج اعمل copy لكل ال variables، في variables معينه هحتاج اعمل لها copy في لحظه معينه، ودي اللي بتاثر عليها او ده الالجوريزم اللي اسمه كاو. عايزك تبص على الالجوريزم اسمه كاو ده وتقول لي بيشتغل ازاي. اوكي دلوقتي يا جماعه ال function اللي اسمها fork دي بترجع integer، يعني ال definition بتاع fork هو كده. اوكي والانتجر اللي بيرجع، خلي بالك ان الفانكشن اسمها فورك دي هتتنادى مره واحده بس هتريتيرن مرتين. يعني ايه هتريتيرن مرتين؟ يعني لما تيجي تنتهي هي هتنتهي مره جوه البرنامج الاصلي ومره ثانيه جوه البرنامج اللي لسه عملت له كرييشن جوه الفورك. دي مفهوم ولا لا؟ بيرفكت. يبقى it will terminate or to return in two locations. لما هتترمينيت او هت ريتيرن جوه البيرنت، when it returns inside the parent process it will return the PID of newly created process. هترجع القيمة اللي هترجع منها هتبقى ال PID بتاع ال process اللي لسه نشأتها. طيب لو ايه ده ليه مش بتشتغل؟ مش مهم. اوكي اشتغلت هنا. طيب when it returns inside the child process، child process اللي هو البرنامج اللي لسه عملت له creation، it will return zero. يبقى اذا انا ممكن اشوف انا دلوقتي موجود جوه ال parent process او جوه ال child process بناء على القيمه اللي راجعه من الفانكشن اسمها فورك. استاذنك ممكن تعملها لي وريني ازاي اعملها، ازاي ابرنت اوت اذا انا كنت في الشايلد بروسيس ولا في البيرنت بروسيس بناء على الريتيرن فاليو بتاع فورك. اكتب لي كود، اكتب ايه؟
اهو دي، حط دي، وعايزك تستخدم المعلومة اللي لسه قايلها من شوية عشان اكتب في البروجرام حاجة تقول لي انا في الشايلد بروسيس ولا في البيرنت. هنعمل variable مثلا integer جديد، وهنخلي يعني هنخلي equal ال value اللي راجعة من فوق، بيرفكت. وهنطبع وبعدين اقول هنعمل له print if مع الدي بقى. يعني لو طلع زيرو يبقى انا كده دي الدي بتاعت الكوبي، لو ما طلعش زيرو يبقى دي ال value بتاعت دي اللي هي في المين بروجرام البيرنت. بيرفكت اهو. خلي بالك انا في حاجة ما قلتهاش برضو، هقولها دلوقتي. في احتمال ثالث. اوكي، انا قلت لك في احتمال انها تريتيرن جوه البيرنت او جوه الشايلد. في احتمال ثالث، في احتمال ان الفانكشن تفيل لما تحاول تكريت البروسيس، ما تقدرش تكريت البروسيس. في الحاله دي هترجع لي if it fails it returns minus 1. لو هي failed هترجع minus 1. You could do error checking، بس انا ما عملتش error checking. طيب هو ايه لازمه الكود ده؟ ايه لازمه الدنيا دي؟ يعني ليه بقول لو كانت ال n بتساوي 0 انا inside the copy، ولو انا n بتساوي لا تساوي 0 يبقى انا inside the parent؟ هتفرق معايا ايه ان انا inside the copy لو انا عايز ابدا برنامج جديد؟ ان لو انا جوه الكوبي ايه الفانكشن الثانيه المفروض ان اديها دلوقتي عشان ابدا برنامج جديد؟ هو ايوه exe cv ديت لو قلناها فوق. اوكي، I need to do this check عشان if I انا need. هقول برافو عليك. We call this function to load image of new code او new program. Okay, so you need to do this if you're going to do it properly. لو انا في الشايلد بروسيس، يعني انا في البروسيس اللي لسه نشاتها، لازم انادي اكس اي سي، لكن لو انا في البيرنت هكمل عادي. اوكي، خلي بالكم ان التو بروسيسز اللي انا خلقتهم دلوقتي، بالرغم ان they share the same code and share the same values، they have separate copies of the code and they have separate copies of the variables. شايف الحته لما كتبت هنا عملت لك دي، انا عندي نسختين من دي. يعني لو غيرت في واحده الثانيه مش هتشوفها. They're two separate values. الحته دي مهمه قوي لازم نعرفها، عشان انا بكريت دلوقتي process وكل process ليها الادرس سبيس بتاعها المستقله. اوكي، في اي سؤال هنا عايزين تسالوه؟ very good very good. طيب ال syntax بتاع ال exe بتختلف على حسب نوع ال exe format اللي احنا هنستخدمه. انا هدي لك ال exe v. ال exe v اهو هعمل لها كوبي اهو هنا من عندي، من على البراوزر، موجوده في السكرين الثاني بتاعي. ادي اهو، بص ادي انا عملت لك كوبي هنا في النوت بوك مع اللينك بتاعها عشان تقدر توصل للينك بتاعها لما تاخد ال one note note book ده. هتكليك عليها ترجعك للكود بالكامل، بس انا خدت سطر واحد منها. اهو ال exec بتاخد اسم البروجرام اللي انت عايز تشغله، اسم الملف ال exe فايل اللي انت عايز تشغله، والارجيومنتس بتاعتها. الارجيومنتس اللي هو لو انت هتبعت انبوت للبروجرام ده، او في الحاله دي بتاخد البروجرام ده وتعمل اوفر رايت. يعني لو جيت كتبت الكود ده هنا، كتبت exec vc ls مثلا كوما مثلا minus l مثلا، اوكي، انت هت execute ال function ls minus l، اللي هو لو خدتوها في السكشن هي list file system minus l، يعني ادي كل ال permissions. خدناها ولا لسه؟ خدناها في السكشن ولا لسه؟ ls، لكن خدنا ls بس، لكن ال arguments بتاعتها لا. طيب ان شاء الله تاخدوها وجربها دلوقتي. ls space minus l هتدي لك full description للفايلز الموجوده. So this is how you do it. This is how you start the process in Linux. ويونكس عامة. يعني أنا عايزك تطلع منه هنا دلوقتي إن أنت لما تكريت البروسيس بالمنظر ده، you have created two separate address spaces. Address space للبروسيس الأولى و address space للبروسيس الثانية، ودول مستقلين عن بعض 100%. فthey do not share variables. Okay؟ ودي الطريقة اللي أنا بستخدمها عشان أكريت بروسيس. أول لما أنت تعمل فورك، مجرد ما أنت عملت فورك، PCB جديد بينشأ عشان يشاور على البروسيس الجديدة اللي انت عملتها. ف
بس المحتوى بتاعت البروسيس الجديده والبي سي بي الجديد بيبقى كوبي من البي سي بي والبروسيس الاصليه اللي جواها ناديت الفانكشن فورك. يعني لما تنادي فورك هنا لغايه لما توصل الكود اللي موجود عندك ده، انت عندك تو كوبيز من البروجرام ده. البروجرام اسمه مين ده، عندك نسختين منه. اول لما تدخل في التشايلد وتنادي الفانكشن اسمها اي اكس اي سي بي، وقتها التشايلد بروسيس بيتحول الى برنامج تاني. طبعا البي سي بي بتاعه بيفضل زي ما هو، ما بيتغيرش غير الريجسترز بتاعته عشان الكونتكست تتغير، هو بيشتغل على نفس المكان لسه بس محتوى المكان هيختلف. يعني بدل ما الفاريبلز كانت بتاع البرنامج اللي اسمه مين، لا هيتحمل فيها الفاريبلز بتاع البرنامج ال اس. بدل الكود كان بتاع البرنامج المين، لا هيتحمل الكود بتاع ايه؟ ال اس برضه. فاذا لما بعمل اي اكس اي سي انا باوفر رايت الايمج بتاع التشايلد بروسيس بالايمج بتاع البرنامج اللي انا عايز اشغله. دي مفهومه ولا لا؟ دي مهمه قوي، هلعب بيها في الامتحانات كتير. مفهومه ولا لا؟ اوكي طيب، فيري جود. طيب given that we know this، انا هقول لك تريكه صغيره تالي دلوقتي بطلوا يعملوها. انت ممكن تروح لاي حد عنده لينكس قديم وتعمل هاكينج للبرنامج بتاعه بفيري سمبل، فيري 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 سمبل بروسيس، حاجه بنسميها فورك بومب. ايه الفورك بومب ده؟ بتعمل انفينيت لوب. اوكي انفينيت لوب، وجوه الانفينيت لوب هتقوم عامل فورك بس كده. ده كده انت هتوقع له بروجرام، هتوقع له الاوبريتنج سيستم بتاعه. ليه؟ انه هيفضل يكريت بروسيسز لما لا نهايه لغايه لما يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل لما تفضل تكريت بروسيس على طول على طول؟ هيكونسيوم ايه؟ هيخلص ايه؟ خلص الريسورسز الموجوده كلها، ميموري بقى وسي بي يو. اكزاكتلي، هيخلص كل الريسورسز including ميموري اند سي بي يو. To be quite honest، في ريسورس تاني ممكن يخلصه برضو اللي هو السبيس، الادرس سبيس بتاع البي اي دي. فاكر البي اي دي ده انتجر، يعني ليه ماكسيمم. انا مش فاكر انتجر كام بت، بس انت لو عارف كام بتس هي 2 باور عدد البتس دي. فانت لو عملت تعمل فورك فورك انت هتستهلك كل البي اي ديز، بعد كده مش هتعرف تعمل بروسيس تاني. كنا بنلعب بالفورك بومب دي عشان نبوظ جهاز، تبعته له بس يرنه خلاص جهازه هيقف، طبعا هيريستارت وهيشتغل تاني بس هو هيتخض شويه. اوكي دي اسمها فورك بومب، باستخدام الفورك يوز تو بلاي اللعبه دي زمان. حاليا في معظم الاوبريتنج سيستمز المحترمه، هو لو ديتكتد حاجه زي كده، يعني ديتكتد انت بتعمل فورك 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 فورك، بيحط بريكس، يقول you're creating too many processes، وموقف البروسيس ده عشان ما يخليهاش تستهلك كل الريسورس. مش عارف لسه موجود، جربها عندك في البيت، انت مش هتبوظ حاجه، جربها عندك في البيت شوف بشكلها. طيب ده يا جماعه بالنسبه ل creating new processes وازاي بعملها creation في لينكس. بس فيها مشكله صغيره، انا كده لما بكريت بروسيس جديده، الهدف من creating البروسيس الجديده دي ان انت تنشا برنامج مختلف خالص، بيعمل حاجه تانيه خالص. بس sometimes انا عندي برنامج واحد بس، اوكي؟ والبرنامج الواحد اللي انا بشتغل بيه ده فيه كذا وظيفه. والوظائف دي لو خليتها تشتغل sequential، sequential يعني ورا بعض، يخلص وظيفه بعد كده ينقل لوظيفه ثانيه بعد كده ينزل وظيفه ثالثه، البرنامج هيبقى بطيء قوي. اليوزر اللي قاعد قصاد البرنامج هيزهق، هيلاقي البروجرام فيري سلو والريسبونس تايم بتاعه وحش قوي. فسمتايمز انا بحب يكون عندي ميكانيزم مختلف موجود في الاو اس يخلي نفس البرنامج، مش برنامج مختلف بقى، نفس البرنامج يقسم نفسه لكذا جزء يشتغلوا بارلل مع بعض عشان يسرعوا البروجرام، بيخلوا اليوزر اللي قاعد قصاد الجهاز يحس بفرق في البرفورمانس. اوكي طبعا لو انا هقسم نفس البرنامج لكذا جزء، يبقى لازم ما دام دول جزء في نفس البرنامج لازم يكلموا بعض، لازم يشير مع بعض قيم، واحد يحسب قيمه الثاني يستخدمها، فلازم الفاريبلز او الداتا بتاعتهم تبقى شيرد. فما ينفعش زي الفورك اللي فوق، فاكر الفورك اللي فوق لما جيت قلت لك بيكريت بروسيس جديده، هو بيعمل نسخه مختلفه من الدي، شايف؟ فيرجن للدي للبرنامج الاولاني وفيرجن دي للبرنامج الثاني. لا انا مش عايز اعمل كده في اللي انا بقوله دلوقتي، انا عايز الفاريبلز بتاعتي زي الدي مثلا تبقى مشتركه عشان الاجزاء المختلفه من البروجرام يكلموا بعض من خلال دي. طبعا انا بستخدم دي كمثال بس هما فاريبلز ثانيه، يعني مش دي بس، عايز الفاريبلز يبقوا شيرد such that ال communication اللي بتحصل ما بين الاجزاء المختلفه بتاعت الابلكيشن بتاعتي تحصل من خلال الداتا سيجمنت او من خلال الشيرد ميموري اللي موجود عندي.
مفهومة دي لغاية دلوقتي يا شباب؟ اخليها global variables، Even if they're yeah, they اخليها have to global be variables. yes, they have to be global definitely. بس global variable حتى لو global variable وانت عملت fork هيبقوا فيه two versions مستقلين، صح يا عمر؟ برضه صح. صح، عشان كده في version sure. في version هنا وفي version تاني هناك. طب بتcreate two different address spaces بالفورك. احنا عايزين نطلع ميكانيزم تاني ما بيعملش فورك، خلي بالك الفورك بيعمل process. يبقى انا مش عايز اعمل process، بس انا عايز اقسم البروسيس بتاعتي لانتيتيز، لوحدات. الوحدات دي ممكن تشتغل على السي بي يو، يعني لازم الاو اس تحس بيها عشان تعرف تشغلها، بس تبقى شيرد في الميموري، يعني تشير نفس الداتا سيجمنت عشان لما يحبوا يكلموا بعض يكلموا بعض من خلال الشيرد ميموري. اوكي، طيب ايه الانتيتي اللي بتعمل لي حاجه زي كده في الاوبريتنج سيستم؟ حد يعرف ايه الانتيتي اللي بتشير الميموري بس بتخلي البرنامج يتقسم انتو سب كومبوننت يشتغلوا ان بارل؟ برنامج واحد لما يتقسم لكذا حد بقول لكذا حد، بقول البرنامج ده ايه؟ مالتي، ها ها مالتي ايه؟ threading. threading. فاحنا ناخد threads. الثريدز او المالتي threading هو الطريقه الاوبريتنج سيستم بتقسم البروجرام into several parts، كذا جزء، والاجزاء دي كلها بتشتغل in parallel مع بعض عشان تطلع الاوتبوت. الحته الواحده او الوحده بتاعت البرنامج المتقسمه هي مش بروسيس، هي ثريد. يبقى البرنامج بيتقسم لمجموعه ثريدز. ثريدز كلهم بيشاروا مع بعض، they all share نفس الداتا سيجمنت جوه البرنامج. All threads inside a process share the same data segment. ودي حاجه كويسه، دي حاجة كويسة عشان من خلال الـ shared data segment ده هيقدروا يكوميونيكيت مع بعض. اوكي؟ فهيبقى لو انا عملت threads وفيهم variable اسمه دي، عملت 10 threads هو في دي واحدة بس. والدي الموجودة عندي دول هي دي، هي من خلالها الـ threads المختلفة بتكوميونيكيت مع بعض. اوكي؟ زي ما بقول لك دي just a metaphor، انا بتكلم على several variables، انت عندك array و linked lists و structs و trees و blah 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 blah. بس كل ال variables الموجودة في ال data segment دول shared ما بين ال threads المختلفة الموجودة في ال process. طيب تعالوا elaborate أكتر شوية، هو ليه دي حاجة كويسة؟ ليه ال threads هتحسن ال performance؟ Let us assume دلوقتي أنا عندي single CPU، one CPU، okay؟ وعندي program زي browser، ال browser. أنا بقول one CPU عشان أوريك حتة لو في سي بي يو واحد الثريدز كويس بتحسن اليوزر اكسبيرينس، هي مش هتحسن البرفورمانس لو انت عندك سي بي يو واحد، هي هتحسن اليوزر اكسبيرينس. نتكلم على الحته دي اكتر شويه. طب مين ممكن يقول لي ايه الوظائف المختلفه البراوزر بيعملها؟ يعني انت لما تكتب يو ار ال على الـ على الـ على البراوزر بتاعك، ايه الستبس اللي بتحصل؟ ايه اول ستب هتحصل في اليو ار ال؟ اكتبه. كتبته، بعد ما كتبته ايه اللي هيحصل؟ ودوست انتر، هيحول اليو ار ال لايه؟ اي بي ادرس. اي بي ادرس بالدي ان اس لوك اب، هيدخل على الدومين نيم سيرفيس، حاجه اسمها الدومين نيم سيرفيس دي ان اس، ويحول الاي بي اليو ار ال ده اي بي، وبعد كده يقوم رايح للاي بي ادرس ده. طب لما يروح للاي بي ادرس ده هيعمل، هيقول له ايه؟ هيطلب منه ايه؟ يعمل ريكوست. يعمل ريكوست، برافو عليك، يبقى ريكوست فايل، ريكوست فايل، وغالبا الفايل هيبقى HTML ومعاه شوية حاجات تانية. فور اكزامبل لو انا بتكلم على صور يبقى HTML زائد JPEGs مثلا. اوكي؟ طيب بعد كده، بعد لما ياخد كل الملف يجيله يستقبله ويعمل له بافرنج ويخزنه عنده في الكاش او في الميموري، يعمل ايه في الملف ال HTML ده؟ يدسبلاي بقى الفايل على البراوزر. هيديكود اند ديسبلاي، ديكود display لي ديكود، عشان هو اصلا ال HTML is a markup language، هي لغه. فال interpreter هياخد التاجز اللي موجوده فيها يفهمها، وبعد كده يعرض على الشاشه بناء على الماركب لانجوج الموجوده. فدول الثلاثه ستابس المختلفين الموجوده في البراوزر. تعال نقسم مع بعض ان الثلاثه ستابس دول بيحصلوا سيكونشن. يعني ايه بيحصلوا سيكونشن؟ يعني بيحصلوا ورا بعض بالترتيب مش بارر. معناها اول حاجه هجيب الاي بي، طبعا كده كده لازم اول حاجه اجيب الاي بي، دي مش مشكله. طيب بعد كده هريكوست فايلز. لو دي شغاله سيكونشن وانت طالب مثلا صفحه على انستغرام مثلا، انستغرام مليانه صور،
اوكي، عارف ان الريكوست ده ممكن ياخد سكندز، ثواني، على ما يجيب كل الصور. وانت بتجيب كل الصور عشان البرنامج شغال سيكوينشالي، هو لسه لازم يخلص الخطوه دي قبل ما يخش على الخطوه اللي تحتيها. هتشوف حاجه لو شغال سيكوينشال؟ لا لا، لا هيفضل يجمع الملفات وانت مش شايف حاجه ولا حاجه شايفها. تفضل قاعد يا عم انت حمل حمل، مش هتشوف حاجه لغايه فجاه الملفات كلها هتكون وصلت. وبعد ما الملفات كلها وصلت هعمل لها ديكود، ففجاه كده هيحصل ايه؟ يظهر قصادي ايه؟ ها؟ الصور كلها بعد. كلها مره واحده. هل ده بيحصل عندك في البراوزر؟ لا لا. ايه اللي بيحصل عندك في البراوزر؟ وانا بسكرول الصور اللي باي في الشاشه، يعني في الديسبلاي بتاعت الكمبيوتر، هي بتبقى ظاهره. كل لما انزل لتحت الباقيين بيظهروا واحده واحده. بيرفكت، يعني بيظهر معاك جزء من الصور. اوكي، حتى على فكره مش لازم تسكرول، انت ممكن تدخل يطلع لك نص صوره، صوره بتحمل قصادك، صح؟ لا بالظبط. اوكي، ده عارف ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل عشان ال two parts دول اللي هو بتاع request files و decoding and display ما بتحصلش sequential. هو بيعمل شويه request file، يعني يجيب شويه files، وبعد ما يجيب شويه files ينقل على مين؟ ها؟ decode and display. record and save، كده يرجع تاني، بعد كده يجي هنا تاني، بيلف ما بينهم very quickly. فاكر لما كنا قلنا في البدايه انت بتشفت ما بين البرامج بسرعه عشان تحسس اليوزر ان كلهم شغالين في نفس الوقت؟ نفس الفكره، بس المره دي انا بلف على اجزاء داخل البرنامج، جوه البرنامج نفسه بلف على threads. يعني ده thread، ده thread، ده thread، وده thread. اوكي تمام، خلي بالك ان انا شغال على المثال اللي انا قلته هنا، انا شغال على سي بي يو واحد. طب شغال على سي بي يو واحد، يعني هو فعليا يا اما بريكوست الفايل يا اما بعمل ايه؟ ديكود اند ديسبلاي، مش بعملهم اتنين في نفس الوقت، بس انا بسويتش ما بينهم. اوكي، اليوزر اللي قاعد قصادي هيحس بريسبونس تايم احسن، بنسميها ريسبونس تايم. اوكي، ريسبونس تايم. اوكي، الاكسبيرينس بتاعه الحاجه اللي هيحسها حلوه، البرنامج ده سريع. بس بقى خد التريك، الناس الكويسه تقول لي طب لو احنا هنقيس الوقت بتاع البرنامج ده من البدايه، من اول لما يعمل اليو ار ال لغايه لما يخلص، لو قسناها، لو شغال سيكوينشال ولو قسناها، لو هو عمال يبدل بين دول، مين هيبقى اسرع؟ لما يبدل طب فكر فيها شويه، فكر فيها شوية. ليه ليه قلنا أسرع لما يبدل؟ طب هو لما يبدل هل في وقت زيادة بيتقضى في التبديل ولا لأ؟ وانا بقول السيكونش هيبقى اسرع، السيكونشال هيبقى أسرع. في وقت في التبديل نفسه، ولا انا يعني بسيب البروسيس في نصها كده، بروح لبروسيس تانية وبرجع تاني. برافو عليك. فأنت لو بدلت، لو عملت التبديل، في الحقيقة البرنامج هياخد وقت أطول. في الحقيقه هياخد وقت اطول عن لو انت شغلته سيكوينشال، بس اليوزر ها هيرتاح اكتر. هيرتاح اكتر. عشان كده قلت لك هو بيأثر لو على سي بي واحد، الثريدنج او المالتي ثريدنج هيحسن الريسبونس تايم اللي هو الاكسبيرينس بتاع اليوزر، بس هو مش هيحسن البرفورمانس. البرفورمانس بالعكس ممكن يقل، ان التوتال اكسكيوشن تايم اللي موجود عندي هنا هيزيد، عشان جزء من وقتي بدل ما انفذ البرنامج انا هستهلك جزء من وقتي في تبديل ما بين الثريدز. اوكي، هدي دي اللي كنت حتى اللي عايز اقولها لك. لو عندي 1 ثريد 1 سي بي يو، طب لو عندي 2 سي بي يوز، لو عندي 2 سي بي يوز اسرع سيكونشال ولا مالتيبل ثريدز؟ المالتيبل ثريدز، لان كل ثريد هتبقى شغاله على سي بي يو لوحدها. اي بي، صح كده. لو انت عندك مالتيبل ثريدز لا، هتبقى اسرع بالمالتيبل ثريدز. لو عندك مالتيبل سي بي يوز انا اسف، عشان كل ثريد هتشتغل على سي بي يو ويشتغلوا بارلل مع بعض، مش هفضل ابدل بقى، لا شغالين بارلل مع بعض، فده هيبقى اسرع. اوكي، فسنجل سي بي يو الثريدنج هتحسن الاكسبيرينس بتاع اليوزر، احنا بنسميه ريسبونس تايم، بس هتخلي البرفورمانس اسوأ. لكن لو احنا بنتكلم على مالتيبل سي بي يوز، لا البرفورمانس تبقى احسن والاكسبيرينس هيبقى احسن. بس احنا بنكتب البرامج عشان، مش عشان الكمبيوتر يبقى efficient، احنا بنكتب البرامج عشان نريح الزبون اللي هو اليوزر. عشان كده احنا بنستخدم مالتي ثريدنج حتى لو احنا موجودين على سنجل سي بي يو. اوكي،
عشان اليوزر بالذات في الحاجه اللي بتنتراكت مع اليوزر، الحاجه اللي بتنتراكت مع اليوزر اخليها مالتي ثريدنج عشان اليوزر اكسبيرينس يبقى افضل. اوكي يا شباب، مفهومه دي؟ فيري جود. في اي حد عنده اي مشكله في يعني ايه ثريدز وليه هي كويسه؟ فيري جود. طب تعالوا نشوف بقى، بدل ما احنا عرفنا ايه هي الثريدز اللي هي جزء من برنامج بيعمل وظيفه معينه بفصله على بقيه الاجزاء عشان يا اما يشتغل بارلل مع بقيه الاجزاء يا اما ابدل ما بينه وما بين الجزء الثاني فاليوزر يحس بالبرفورمانس احسن. بدل ما احنا خلاص عرفناها وعرفنا هي ايه لازمتها، تعال نشوف الاوبريتنج سيستم بتعمل لها مانجمنت ازاي. How does EOS manage threads؟ تعال نشوف مع بعض. How does this happen؟ بتعملها ازاي؟ وايه الطرق المختلفة اللي ممكن تستخدمها الـ OS عشان تـ manage threads؟ There are two types of threads موجودين عندي. في عندي user level threads. وفي عندي kernel level threads. دول الـ two types of threads الموجودين عندي على أي system. مش هقول operating system، هقول أي system عشان الـ user level thread دي أصلاً الـ OS ما بتشوفهاش. اوكي نبدا بيها. طيب اليوزر ليفل ثريدز بتشتغل ازاي؟ بشوي انت معانا؟ بشوي بشوي انا كنت حاسس كده، انا كنت حاسس يا بشوي بشوي ماينس 5 يا بشوي ماينس 10 يا بشوي، انت سامعني؟ هاخدك غياب. ماشي يلا حصل خير. بشوي مش معانا النهارده يا شباب. اوكي تعالوا نكمل مع بعض. نبص مع بعض على اليوزر ليفل ثريدز وبنشوف بيشتغل ازاي. اليوزر ليفل ثريدز انا بستخدمها في operating systems that do not support threads. يبقى this is used in operating systems that do not support threads. لو انا شغال على operating system، ال operating system دي اصلا ما فيهاش support threads، يعني اصلا ما فيهاش حاجه جوه الكيرنل بتاعها بتخليني اقدر امانج threads، يبقى لازم استخدم user level threads. طب تعالوا نشوف مع بعض user level threads بتشتغل ازاي. ادي ال operating system يا شباب، ادي ال OS اهو برسمه لك كلاير، ادي ال OS موجود عندي، وال OS هنا ما بيشوفش multiple threads، بيشوف برامج، يعني جواه بي سي بي واحد، والبي سي بي الواحد ده طبعا لكل برنامج، كل برنامج ليه بي سي بي، والبي سي بي الواحد ده شايف بروسيس واحد بس. انا جايب library في يوزر سبيس، ادي library موجوده في يوزر سبيس، واخلي library الموجوده عندي في يوزر سبيس دي جواها في support for multi threading. يعني لو افترض البروجرام بتاعي اللي موجود فوق ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، ما هو في ثلاثه ثريدز، يبقى اللايبرري هتبقى شايفه ثلاثه ثريدز. خلي بالك الثريد برضو محتاجه حاجه توصفها، محتاجه توصف الكود بتاعها، محتاجه توصف الكونتكست، محتاجه توصف الريسورسز اللي فاتحاها واللوكس اللي عندها، يبقى محتاجه حاجه زي البي سي بي بس للثريدز. بنسمي الحاجه زي البي سي بي بس للثريدز تي سي بي. تي سي بي يعني ثريد control block. اوكي فهيبقى عندي جوه اللايبرري ثلاثه تي سي بيز، واحده لكل ثريد موجود عندي في الابلكيشن. وادي الابلكيشن اصلا اهو، ده البراوزر اهو، ده الابلكيشن جواه من جوه ثلاثه ثريدز شغالين. اللايبرري شايفه الثلاثه ثريدز، يعني شايفه الانفورميشن بتاع الثريد ده، شايفه الانفورميشن بتاع الثريد ده، وشايفه الانفورميشن بتاع الثريد ده، يعني شايفه الكود بتاعه، شايف الكونتكست بتاعه، الريجسترز بتاعته هنا متسجله، الريجسترز بتاع ده متسجله، والريجسترز بتاع ده متسجله. طيب ايه رايك؟ ازاي السيستم ده اللي موجود قصادك هيخلي الاوبريتنج سيستم يشغل الثريدز المختلفه؟ تعمل ايه اللايبرري لو عايزه تشغل الثريد ده؟ مين يقول لي؟ خليك فاكر ان التي سي بي فيها تقريبا نفس المعلومات اللي موجوده في البي سي بي. اعمل ايه؟ ها؟
يعني هتلود الكونتكست بتاعه وتغير الستاتس. برافو عليك. تاخد كوبي من التي سي بي ده وتحطه فين؟ في البي سي، فين البي سي الاو اس، بدون ما تعرف هي عامية، هي شايفة ده بروسيس واحد هتقوم منفذاها. طيب لو جت بعد كده اللايبرري اختارت ده، تعال نغير اللون عشان تبقى الدنيا كويسة، اهو غير اللون، اهو غير اللون، خليه ازرق، خليه صغير عشان التخين ده مش حلو. اوكي، لو الاوبريتنج سيستم، لو اللايبرري عايزه تشغل ده هتعمل ايه؟ تقوم واخد ده اولا طبعا، هتاخد اللي جوه هنا ترجعه تاني فين؟ في ترجعه تاني هنا، الـ TCP بتاعه. تقوم حاطط التي سي بي ده هنا كده. الاوبريتنج سيستم اللي موجود عندي، الاوبريتنج نظام التشغيل اللي شغال عندي، هو مش عارف هو شغال في ثريدز ولا لا. كل اللي جاي له شويه محتوى جوه البي سي بي، وهو بغض النظر ايه المحتوى اللي موجود في جوه البي سي بي بيقوم منفذ على طول. مفهومه دي؟ فيري جود. يبقى كده انا بتريك الاوبريتنج سيستم ان هو يشتغل على ثريدز بالرغم هو مش شايفهم ثريدز، هو مش شايفهم برنامج واحد بس. طبعا ده معناها ايه؟ فاكرين البروسيس ستيت دايجرام اللي احنا اتكلمنا عليها اللي تمثل الالجوريزم الموجود في الاو اس؟ لازم تبقى دوبليكيتد في اللايبرري، يعني جوه اللايبرري دي هيبقى في بروسيس ستيت دايجرام. بروسيس طبعا مش فيها الدايجرام، يعني احنا عارفين الدايجرام ده بيمثل الالجوريزم. الالجوريزم اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الريدي والويتنج والبلوكت والكلام الفاضي ده كله لازم يبقى دوبليكيتد على مستوى ايه؟ اللايبرري، عشان اللايبرري تدير اني ثريد من الثريدز عليه الدور according to priority according to any criteria تانيه، اني ثريد مستني ريسورس. يعني حتى اداره الثريدز كلها لازم تتم من خلال اللايبرري، عشان الاو اس مش شايفه الثريدز، هي شايفه بي سي دي واحده لما اللايبرري تدي لها قيم تحطها فيها تقوم هي منفذه عمياني، هي مش عارفه فيها ايه، هي فاكره ان هي بروسيس واحده واخداها ومنفذاها. مفهومه دي يا شباب؟ اوكي فيري جود. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان انا بعمل كده عشان الاوبريتنج سيستم الموجود عندي تيبيكلي مش بيسبورت ثريدز. قولوا لي بقى ايه الديس ادفانتجز بتاعت حاجه زي كده؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل هنا؟ مين يقول؟ بشوي انت موجود؟ انا كان عندي امل والله. يا بشوي يلا قولوا لي يا شباب. ايوه انا اهو انت هنا، كنت ماشي. هاخدك غياب يا بشوي، كنت هاخدك غياب يا نعم. بشوي، كنت هاخدك غياب. ايوه لا انا موجود. طيب قول لي انت بقى يا بشوي، ايه الديس ادفانتجز بتاعت اليوزر ليفل سبريد اللي احنا لسه اتكلمنا عنها؟ بتاعت يوزر ليفل ايه؟ يوزر ليفل ثريدز اللي احنا لسه متكلمين عنها من ثانيه. اديني مثال. وانا كنت مش موجود وجيت دلوقتي. لا انا هنا. بتبقى virtualized فما بتبقاش على ليفل البروسيسور، يعني هتشتغل على البروسيسور، هتشتغل على البروسيسور بس لما المحتوى بتاع البي سي بي بتاعها يتنقل للبي سي بي، صح؟ يعني لما المحتوى اللي موجود هنا جوه التي سي بي هيتنقل جوه البي سي بي، البي سي بي هتشتغل على البروسيسور على طول، مفيش مشكله، هتتنفذ على البروسيسور. بس هو ايه المشاكل اللي موجوده عندي؟ اديني واحده او اديني واحده، كل واحد يديني واحده. اوكي. طب خلاص بص، تاخد سبيس، تاخد سبيس يعني بي ويست سبيس عشان لسه بيتحرك. I can accept this. It will consume more space. ليه؟ تعال نقول ليه. لو انا كنت شغال على الاو اس على طول، يعني الاو اس شايفه اللايبرري، شايفه ال اكشلي لا يا بشوي اكشلي لا ام سوري انا اسف حاولت اظبطها لك بس هي لا مش هتكونسيوم مور سبيس. انا كنت عايز اقول ان هي كده هتشوف الثلاثه بي سي بي تي سي بيز واحده بي سي بي، لكن لو كانت ال البروسيس داخله على الاو اس على طول هيبقى فيها ثلاثه تي سي بيز بس هي لا هتبقى فيها بي سي بي برضه. فايم سوري بلاش دي نوت كوركت. طب حد تاني يقول لي
حد تاني يقول لي اديني disadvantage للسيستم ده. ممكن time wasted مثلا، ده ان احنا بناخد الكونتر بتاع تي سي بي نحطها في البي سي بي والعكس. البروسيس دي بتاخد وقت شويه. Time wasted because we have a level of indirection اللي هو قال عليها قال عليها كريم دلوقتي، اللي هو لازم اخد انقل من تي سي بي للبي سي بي واخد من بي سي بي انقل للتي سي بي، ففي عمليه نقل اضافي مش موجوده في الاوس العاديه، فده ويست تايم هيبقى ابطا. ايه تاني؟ ادي هند اقول ممكن performance ما بين switching ما بين different processes. قول تاني كده شويه ما سمعتش كويس. ك performance من switching ما بين the processes، ان هو هي يعني على بالك ما هيروح من التي سي من التي سي بي للبي سي بي من البروسيس لبعض. ايوه اي اي لما يجي اي ويست تايم عشان بي سويتش. صح صح اي ويست تايم عشان بي سويتش بين البي سي بي والتي سي بي. صح. ايه تاني دكتور؟ هو لو تي سي بي واحده حصل فيها مشكله من دولت، ساعتها البروسيس كلها هتقف حتى لو ما خلصتش؟ صح 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 صح. انا كنت عايز دي. بصوا يا شباب، عشان في بي سي بي واحده، كان في بي سي بي واحده، لو الثريد اللي كان ساعتها موجود جوه البي سي بي عمل حاجه، يا اما يبوظ زي ما قال عمر يعني باظ حصل فيه مشكله فهنج، او مش هنج، لو راح للبلوك ستيت، يعني لو ده كان موجود هنا وراح للبلوك ستيت، الاو اس شايفه كام حاجه؟ حاجه واحده ولا كذا حاجه؟ واحده. حاجه واحده. تقوم شايله دي كلها على بعضها هيله بيله كده كلها وحطها فين؟ في البلوك ستيت كلها. طب بقيه الناس جاهزين يشتغلوا، هم مش بلوك ده بس البلوك، لا ما هي مش شايفه، مش مفرقه ما بينهم، هي شايفه حاجه واحده بس، فلو واحد بس منهم عمل بلوك كل الباقيين مش عارف يشتغل. اوكي okay? فديس از ثانك يو عمر، ثانك يو. اف 1 thread blocks all others in process cannot continue until it unblocks. طبعا الاكستريم كيس بتاع البلوكينج ان الثريد ده يعمل فيتال ايرور فما يعرفش يكمل، في الحاله دي مفيش حد يكمل خالص، لكن السمبل كيس بتاعها ان هو هيبلوك يستنى ريسورس، الباقيين كلهم حتى لو مش عايزين الريسورس، حتى لو مش عايزين الريسورس هيبلوك برضه. ليه؟ ان مفيش بي سي بي، الاو اس شايفه بي سي بي واحد، وهتشيل البي سي بي كله على بعضه وتنقله في البلوك ستيت، فما عنديش اللايبرري، مش هتلاقي مكان تخزن التي سي بي فيه لو عايزه تشغل ثريد تاني جوه الابلكيشن ده. مفهومه دي ولا لا؟ مفهومه يا دكتور. حلو قوي. حاجه ثانيه، يقول لي حاجه ثانيه. اسال انا سؤال، هل ممكن استغل كذا سي بي يو هنا ولا لا؟ لا لا. ليه؟ سي بي واحد، بي سي بي واحد، فالبي سي بي واحد يعني هو هياخد البروسيس الواحده دي ويقوم حاطط دي على سي بي يو، كلهم هيشتغلوا على نفس السي بي يو ده. ليه؟ ان هو مش شايفهم ثلاث حاجات مختلفين، هم شايفهم ايه؟ حاجه واحده، فاذا مش هيقدر يوزع كل واحده منها تستغل سي بي يو مختلف. اوكي؟ يبقى اذا cannot take advantage cannot take advantage of advantage of multiple CPUs. اوكي؟ ما نقدرش نستخدم فورك في الحاله دي ولا؟ You can use fork، بس لو عملت fork انت هتعمل ايه؟ هاخد كوبي من الـ TCP ساعتها حاليا؟ هتعمل كوبي منها وهتنشا بروسيس جديده خالص، مش بتعمل شيرنج لايه؟ مش بتعمل ريسورس. بس انا باخد نفس الكونتنتس بتاعت البي سي بي، يعتبر نفس بس بعمل ريكريشن جديده. ريكريشن جديده معناها ايه؟ يعني لو واحد عمل تغيير التاني مش هيشوف.
فهم بعد لما ينفصلوا عن بعض، بعد لما تعمل الفورك الاثنين ينفصلوا عن بعض، مفيش كوبريشن، مفيش تعاون ما بينهم. فما تقدرش، انا الميزه بتاعت الثريدز كلهم بيتعاونوا عشان يخلصوا نفس الحكايه. يعني فور اكزامبل هنا المثال انا اديته لك ده، الحته بتاعت الفايلنج الفايلز والديسبلاي، ويبقى عندك بفر واحد في الميموري، البفر الواحد ده عمال يملاه بال HTML، وده عمال يعمل ايه؟ ها؟ يقرا منه ويكتب. فهو الحته دي اللي بتخليهم يشير مع بعض. لكن انت لو عملتها بروسيس هيبقى عندك بفر تحط فيه ال HTML، وبفر تاني خالص غير ده ما فيهوش HTML، الديكودر هيحاول يقرا منه مش هيلاقي حاجه. اوكي؟ بيرفكت. سو ذاتس ذا هول بوينت اوف ثريدنج. ثريدنج از لايك ا بروسيس، ان هي بتشتغل مستقله عن بعض، لكن بيشير الفاريبلز اللي موجوده، فيقدروا يكوبريت، يقدروا يكوميونيكيت مع بعض ويتعاونوا في شغل، ده يحط قيمه الثاني يقراها يشتغل بيها. اوكي؟ طيب لو كلها مشاكل بالمنظر ده، وانا بستخدمها ليه؟ بستخدمها لو الاوبريتنج سيستمز does not support a threads. اقول لك حاجه، انا بحب ماك او اس وعمال اتريق على ويندوز بقالي سنين، لغايه ال 1990s ماك او اس ما كانش فيها سبورت للثريدز، كانوا بيعملوا يوزر ليفل ثريدز، وده كان معناها البرفورمانس بتاعها في المالتي ثريدد ابلكيشن كان مش كويس unfortunately. يعني مش عارف ليه ابل اختارت القرار ده. دلوقتي بتسبورت كيرنل ليفل ثريدز، لكن لغايه ال 1990s مش فاكر التاريخ بالظبط امتى، بس في ال 1990s كانوا مش بيسبورت كيرنل ليفل ثريدز، كان كله يوزر ليفل ثريدز. الميزه في اليوزر ليفل ثريدز زي ما بقول لك، اي اوبريتنج سيستم افترض انا موجود على امبيدد سيستم، والامبيدد سيستم دي ما فيهاش سبورت للثريدز، بدل ما ادخل جوه الكود بتاع الاوبريتنج سيستم واكتبها من اول وجديد عشان سبورت ثريدز، كل اللي هعمله هاخد لايبرري واحطها عليه عندي سبورت للثريدز. فهي سهله عشان انتروديوس ثريدز لاي سيستم اصلا ما فيهوش سبورت جوه الاو اس ثريدز. دي الميزه الوحيده بتاعتها. هتلاقيها الايام دي في الايام اللي احنا فيها النهارده في الامبيدد سيستمز، غالبا اغلبيه استخدام اليوزر ليفل ثريدز بتبقى في يا اما في ليجاسي سيستم، يعني سيستم قديم موجود وبقاله فتره مش بيسبورت الكلام الثريدنج فعايز احط عليه ثريدنج، يا اما في الامبيدد سيستمز اللي داز نوت سبورت الاوبريتنج سيستم بتاعها اصلا داز نوت سبورت. اوكي؟ انتوا اكيد سمعتوا الايام اللي فاتت دي اثناء الكورونا فيروس كان في سيرج في استخدام كوبل. تسمعوا كوبل؟ كوبل؟ تسمعوا؟ لا. Very very old language اسمه common I don't know common business oriented language حاجه زي كده. اوكي؟ It's a very old language. اضطروا يعملوا كده ليه؟ ان معظم لما حصل الكورونا فيروس كانوا عايزين يجيبوا الامبلويمنت ريكوردز بتاع الناس اللي شغاله عشان يطلعوا لهم فلوس وكلام اللي هو بدل الفيرلوز، الحكومه كانت بتدفع فلوس للناس بره يعني مش عندنا. ف they had to bring in people فاهمين كوبل، دي كانت مشكله ما كانش حد فاهم كوبل. طب ليه انا بجيب سيره الكلام ده؟ عشان this is a legacy system. ده سيستم legacy. legacy يعني من ال 50s او 60s او ال 70s. It's still functional. في الناس اللي كان computerized من زمان legacy systems دي لسه موجوده. لو حبيت انت صدفت معاك ظروف هتشتغل على legacy system ومحتاج تعمل مالتي ثريدنج، انت هتستخدم يوزر ليفل ثريدز. حتى لو اللايبرري مش موجوده انت هتكتبها وتديبلويت على سيستم وتستخدمها بدل ما تاخد الاو اس وتعملها ري رايت من الاول. اوكي؟ فات از امبورتنت تو اندرستاند ازاي يوزر ليفل ثريدز بتشتغل وازاي تقدر تستخدمها وايه الديس ادفانتج بتاعتها عشان تبقى عارف مسبقا ايه البرفورمانس بتاعها هيبقى لما تشغل. طب مين ممكن يقول لي بالديس ادفانتجز دي كلها what possible advantage ممكن يجي لي لو انا عملت user level thread؟ ايه ال benefit بتاعها؟ هل هيبقى في benefit من ناحيه ال performance؟ لا بس هو مش بيحتاج هاردوير، يعني مش بيحتاج هاردوير قوي عشان يشتغل. اوكي بس انا بقول لك ايه يعني ايه ليه ادخلها اصلا؟ ليه اعمل يوزر ليفل ثريدز اصلا؟ ما بلاش ثريدز اساسا. ما هو كده كده خلي بالك ان هو مش هيستخدم غير سي بي يو واحد صح؟ ما دام مش هيستخدم غير سي بي يو واحد فهو مش هيبقى اسرع. بس هو ليه بنفيت، ايه هو البنفيت؟ ايه هو البنفيت؟
time. Response time. User experience. User experience. So I will deploy it on a legacy system to improve user experience. Not to improve performance. It will not improve performance. Actually, performance hangs in. If that's what. عشان انت هت multitask على نفس السي بي يو هت switch على نفس السي بي يو فالتوقيت الزياده بتاع السويتشنج ده هيعطل السيستم بتاعي بس اليوزر اكسبيرينس هيبقى احسن. اوكي طيب نروح للحاجه الثانيه كفايه كده قضينا وقت كتير قوي في اليوزر ليفل ثريد نروح للكرنل ليفل ثريد لو مش فاهمين حاجه قولوا لي انتوا ثلاثه انا ممكن نعيد المحاضره ثلاث اربع مرات شوفوا انتوا حاجه مش فاهمينها قولوا لي. اوكي تعالوا نتكلم مع بعض على الـ kernel level threads. الـ kernel level threads بقى the OS sees threads as individual entities. Okay؟ يبقى الـ operating system في kernel level threads شايفة الـ threads اللي موجود عندي كـ entities مستقلة. شايفة كل حاجة كيان ممكن تعمله scheduling من أول وجديد لوحده. يعني ده الاركتكتشر بتاعه تعالى نشوف الرسمه لو ده الاوبريتنج سيستم اهو ده الابلكيشن بتاع البراوزر في ثلاثه ثريدز جوه هيبقى جوه الاو اس اربع حاجات بي سي بي وثلاثه ايه؟ ها؟ بي سي بي طيب ليه البي سي بي ده؟ عشان البراوزر اول لما يبدا هو مش هيبدا كثريد هيبدا كبرنامج عادي فاول ما يبدا ككل هيبقى بي سي بي بعد كده هيتقسم لبرنامج كل برنامج من البرامج اللي موجوده عندي هنا او كل سب كومبوننت يعني من البراوزر هيبقى ليه انتيتي جوه الاو اس اللي هو شايفاها وهتعمل لها شيدلينج مستقله يعني لو ده عمل بلوك لو ده عمل بلوك دلوقتي هيبلوك ده طب الباقيين ها يشتغلوا صح؟ طيب لو عندي ثلاثة سي بي يوز ايه اللي هيحصل؟ كل واحدة هتشتغل كل ثريد هتشتغل على السي بي يو كل ثريد هتشتغل على كل سي بي يو It's the exact opposite من اللي فوق ده هنا opposite مش هكتبها بقى من اول وجديد انتوا عرفتوا اوكي It's the exact opposite من الحاجة اللي موجودة فوق فال ال ال الميزه بتاعت kernel level threads ان انا ممكن اتيك advantage of multiple CPUs و لو واحد عمل بلوك لبقيه البروسيسز ممكن تكمل عادي خالص. المشكله الوحيده اللي موجوده عندي في الحاجه في kernel level threads ان لو هي مش موجوده عشان ادخلها لازم اغير الاو اس بالكامل، ادخل جوه الاو اس واعمل لها ري رايت من الاول. انا مش هريبليس كومبوننت صغير لا انا هريبليسها كلها عشان تعرف تدير الثريدز كوحدة أساسية من الوحدات اللي بتتعامل معها. أوكي يا جماعة مفهومة لغاية دلوقتي؟ تعالوا بقى نتكلم مع بعض على حاجة مهمة أوي اسمها concurrency control. إيه حكاية concurrency control دي؟ احنا بدأنا اتكلمنا على concurrency control بعد لما اتكلمنا على threads طيب احنا اتكلمنا على concurrency control بعد لما اتكلمنا على threads ليه؟ عشان threads هي اللي بتأدي للحاجة إلى concurrency control مش شوية كنت تسأل حاجة أو حد كان بيسأل حاجة؟ هو يفرق إيه عن الـ scheduling؟ الـ concurrency control؟ لا يفرق كتير scheduling بختار أني process هتشتغل صح؟ صح لكن concurrency control بتعمل حاجه ثانيه خالص. تعال نقول هي بتعمل ايه؟ انا قلت لك اللي بيديني الحاجه اللي بيخلق الحاجه اللي بيخلق النيد للconcurrency control هو الثريدز. طيب هو ليه الثريدز بتخلق النيد بتاع concurrency control؟ الثريدز بتخلق النيد للconcurrency control عشان ها؟ مالتي تاسكينج لا عشان they share variables. فاكر لما انا قلت لك ان كل الثريدز اللي موجوده عندي بتشير فاريبل ادي لو في عندي فاريبل بالمنظر ده او var x مثلا 10 وعندي ثلاثه ثريدز they all share ال variable كلهم بيستخدموا ال variable ده في نفس الوقت مفهوم يا شباب؟
طيب ده معناها ايه؟ ده معناها ان ممكن يصادفوا الاثنين يحاولوا يغيروا في اكس في نفس الوقت. ولو حاولوا يغيروا في اكس، على فكره انا بتكلم على ميموري، مش لازم ميموري، ممكن برضه تبقى اي او ريسورس، ممكن الاثنين يحاولوا يستخدموا برينتر في نفس الوقت. المهم ان هم ممكن يستخدموا نفس، يحاولوا يستخدموا نفس الريسورس في نفس التوقيت. ولو حاولوا يستخدموا نفس الريسورس في نفس التوقيت، دي هتؤدي لمشاكل. طب انت ممكن تقول لي طيب ما لما كانت عندك بروسيسز، ما هم ممكن يستخدموا الريسورسز في نفس الوقت. بس مش هيعرفوا يستخدموا نفس الميموري لوكيشنز في نفس الوقت. وبصراحه هم يعني ركزوا قوي على حته الكونكرنسي كنترول سبيسيفيكلي تو مانج كونكرنت اكسس تو ميموري، بس هي ممكن تتعمم لكونكرنت اكسس ل اي او ريسورسز بارت. يعني ايه كونكرنت؟ كونكرنت يعني في نفس الوقت. انا اسف لو ما كنتش شرحت يعني ايه كونكرنت، بس كونكرنت يعني في نفس الوقت. طيب تعالوا عشان نفهم ايه المشكله اللي ممكن تحصل من حاجه زي كده، هدي مثال متخلف. المثال ده مش حقيقي خالص بس انا هديه. افترض مثلا عندك حساب في البنك اهو، بنك اكونت فيه $2. اوكي، هكتب تو بروجرامز المفروض يشتغلوا كونكرنتلي، او تو ثريدز المفروض يشتغلوا كونكرنتلي اهو. موف في الاي ال البنك، increment AL، move في البنك AL، او ده سحب كده من البنك، اخذ حسابك من البنك زود عليه دولار رجعه لك تاني. وفي كود تاني اهو، move في ال AL برضو بنك increment AL، move في البنك AL. اوكي okay. بصوا these are two different programs، وخلي بالك ان ال AL بتاع واحدة مختلف عن ال AL بتاع التانية. ليه؟ عارفين ليه؟ عارفين ازاي؟ ازاي ده بيحتفظ بالقيمة بتاعت ال AL بتاعه وده بيحتفظ بالقيمة بتاعت ال AL بتاعه؟ بتتنقل من فين لفين؟ واحد في الكونتكست، في الكونتكست، في الكونتكست بتاعك. برافو عليك. These are two different values. طيب تعالوا نشوف لو دول اشتغلوا parallel مع بعض. انا لو هنا ده بيضيف دولار عندي وده بيضيف دولار عندي، وانا كنت بادئ ب2 دولار، المفروض في النهايه انتهي بكام؟ كده انتهي ب4، المفروض 4، المفروض يبقى عندي 4 دولار، فابقى راجل غني قوي افرح. بس تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو حاولوا يشتغلوا في نفس التوقيت. لو حاولوا يشتغلوا في نفس التوقيت وده سحب القيمه اللي في البنك وده سحب القيمه اللي في البنك في نفس الوقت، ده يبقى عنده كام؟ 2، وده يبقى عنده كام؟ كده برضه ده هيعمل انكريمنت عندك 3، وده يعمل انكريمنت 3. يكتبوا في البنك الاثنين، هيكتب 3 وده يكتب 3، اصبح في البنك عندي 3 دولار، خسرت دولار. اوكي why did this happen؟ This happened عشان we tried to access the same memory location at the same time. السيمانتكس كلمه مهمه قوي، السيمانتكس دي سيمانتكس، السيمانتكس بتاع النورمال بروجرامز بيعتمد على السيكونشال اكسكيوشن. يعني بيعتمد ان انا هعمل بلس الاول والتاني يعمل بلس ورايا، ففي الاخر يبقى عندي 4 دولار. هو مش المفهوم او السيمانتكس بتاع البروجرامينج does not take into account parallel access للداتا. فلو عملت parallel access للداتا من خلال الثريدز عشان هما بيشير نفس الداتا سيجمنت، ممكن القيم الموجوده عندي في الفاريبلز دي تبوظ، يا تقل يا تزيد يا تبقى فيها garbage. المهم ان ممكن يحصل لها corruption عشان الاثنين بيحاولوا يأكسس نفس القيم في نفس التوقيت. يبقى اذا في جزء من البرنامج، هو في الحاله دي الاكسس لحساب البنك بتاعنا، في جزء من البرامج لا يجوز الاثنين ينفذوها في نفس الوقت، اللي هو في الحاله دي عندي هنا الجزء ده والجزء ده. خلي بالك انا كتبت سنيبت من الكود، اكيد البرنامج ده كان بيعمل حاجات كتيره فوق وبيعمل حاجات كتيره تحت، ده بيعمل حاجات كتيره فوق بيعمل حاجات كتيره تحت، بس الجزء ده اللي انا حطيته في الدايره لا يجوز الاثنين ينفذوه في نفس التوقيت، لا يجوز. لو نفذوه في نفس التوقيت اللي هيحصل ان القيم هتبوظ زي ما احنا شفنا. بنسمي الجزء بتاع البروجرام اللي لا يجوز، شباب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده ارد على التليفون واجيكم. One second. Okay. One second.
ايوه شباب انا اسف جدا. كل برنامج هيبقى فيه جزء بيأكسس شيرد فاريبلز، والجزء بيأكسس شيرد فاريبلز ده لا يجوز يشتغل مع جزء تاني بيأكسس نفس الشيرد فاريبلز. الاثنين دول بيأكسسوا نفس الشيرد فاريبلز، they cannot run at the same time. بنسمي الجزء بتاع البروجرام اللي ما ينفعش يشتغل مع جزء تاني في نفس التوقيت critical section. اوكي؟ يبقى critical section هو الجزء بتاع البرنامج اللي ما ينفعش يتنفذ مع جزء بيأكسس نفس الريسورس في نفس التوقيت. هستأذنك، الريسورس المشترك اللي هو بأكسسه في critical section هو في الحالة دي يمثل لي البنك، ده بنسميه ال critical resource. ده ال critical resource اللي بيخلي section دي critical section. You cannot access them في نفس الوقت. وفكرة ال concurrency control كلها اللي احنا ندرسها starting من النهاردة ولغاية أسبوع كمان ولا حاجة، إزاي أحمي ال critical resource اللي موجود جوه ال critical section such that ال access ليه يبقى sequential، فالقيم اللي جواها ما تبوظش. طبعا على حساب ان انا بحميها انا هبطئ البارل اكسكيوشن شويه. انا كنا اتفقنا الميزه بتاعت المالتي ثريدنج ان هو بيشتغل البرامج بارل، بس المشكله لما بيجوا اكسسوا شيرد فاريبلز لازم الحته بتاعت الاكسس بتاعت الشيرد فاريبلز دي تبقى سيكونشال. اوكي؟ عشان لو ما كانتش الحته دي سيكونشال هيحصل كوربشن للديتا زي ما احنا شفنا. ده هيبطئ شويه البارل اكسكيوشن بس مش هترجع زي السيكونشال، هتبقى اسرع من السيكونشال بس ابطا شويه من لو كانت فولي بارل وما فيهاش جزء سيكونشال. مفهومه ولا لا يا شباب دي؟ مفهومه. حلو قوي. حد بروجرامر حلو كده يقترح لي سولوشن. هستاذنك انا هكتب نايف سولوشن. عشان السولوشن ده هيبقى نايف، نايف يعني حل الساذج. مش شتيمه. معناها ان ده الحل المبدئي اللي طلعوه. مين يقول لي كبروجرامر؟ اكتب لي كبروجرامر كود او مجموعه انستراكشنز يخلي الاكسس للمكان ده سيكوينشال. محتاج اعمل ايه؟ ايه الفاريبلز اللي محتاجه عندي تبقى موجوده عشان تقول لي ان في حد بيستخدم المكان ده ولا لا؟ عشان لو حد بيستخدمه محدش تاني يستخدمه. ممكن نسأل على critical resource مثلا، لو البوسس دي بتستخدم critical resource ولا؟ طيب طب لو كذا critical resource ايه طريقه حلوه لاداره كده؟ هل ممكن يبقى عندي variable واحد يمثل الكلام ده؟ flag مثلا؟ flag يبقى عندك flag بيساوي zero في البدايه، والflag ده لما يساوي zero معناها ما حدش بيستخدم critical resources. اوكي؟ وبعدين اي برنامج لما يشتغل قبل لما يشتغل هيقول check if flag تساوي zero. لو flag بتساوي zero يبقى ما حدش بيستخدم ايه؟ critical resources. اول حاجه هيعملها هيخليها تساوي كام؟ 1 عشان يقول انا دلوقتي ها هستخدم critical resource. يستخدم الكريتيكال ريسورس بتاعه، وبعد لما يخلص استخدام الكريتيكال ريسورس يخلي الفلاج بتساوي كام؟ ها خلصها خلاص، يبقى خليها تساوي كام؟ رجع لزيرو تاني. رجع لزيرو. اوكي؟ لو انت كررت نفس البروجرام ده مرتين اهو. تعالى نعمل، مش عارف هتشتغل معايا ولا لا، نجرب. ايه ده اتعمل تيبل؟ ما علينا مش مهم، يعمل تيبل. فلاج بتساوي زيرو. طب لو عملت هنا يعمل تيبل برضه ولا لا؟ اعمل تيبل. يا سلام دي جديده. اوكي اف فلاج تساوي زيرو، يعني نفس الكود فلاج تساوي 1. طلع حلو ال 1 نوت ده يا جماعه، critical section. اوكي flag بتساوي زيرو. very good. بس زي ما قلت لك this is a naive solution، هو حل ساذج. ليه طلع لي مشكله؟
طلع لي المشكلة. طبعا فلاج بيساوي زيرو مرة واحدة، ما كانش في داعي اعمل دي. يلا مش مشكلة. ايه المشكلة هنا؟ اللي انا هحكي ايه المشكلة هنا؟ طلع لي مشكلة. عشان كده الحل ده سميناه نايف سولوشن، حل ساذج. هو كده قادر يعرف ان الكريتيكال ريسورس دوت بيستخدمه، لكن هو لما يخلص بقى مش هيرجع يجرب يستخدمه تاني، او الجزء التاني من البرنامج مش هيرجع يتنفس ولا ايه؟ نو، بعد ما تخلص خليه زيرو، وبعد كده كمل عادي. ولو عايز تستخدمه تاني اعمل نفس العملية دي. بس هو ايه المشكلة اللي ممكن ممكن البروجرام تاني او البروسيس التانية تشتغل في نص ما التانية الاولانية بتشتغل، لو بعد ما فلاج بقى بون. لا، بعد ما الفلاج بقى 1 الثانية مش هتعرف تشتغل، صح؟ يعني انت لو جيت بعد ما الفلاج ده بقي 1، تعالى لو جيت هنا بعد ما الفلاج ده بقي 1 وبروسس يعني هنا في اللقطة دي والبروجرام ده اشتغل، هل هيعدي الاف ستيتمنت دي؟ لا، فمش هيشغل كريتيكال سكشن، which ده المطلوب. انا مش عايزهم يشتغلوا في نفس الوقت. ايه وريني امتى ايه اللي ممكن يحصل يخليهم الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت بالرغم من انا كتبته ده، يشتغلوا في نفس الوقت ويدخلوا الاثنين في كريتيكال سكشن في نفس التوقيت ازاي؟ ازاي؟ ممكن ان هم عشان يبتدوا في نفس الوقت، لو بدأوا في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ هي مش مع بعض بقى بالظبط يعني. تمام، يبدأوا في نفس الوقت، ده هيتشك هلاقي فلاج بيساوي كام؟ زيرو. ده هيتشك هلاقي فلاج بكام؟ زيرو. الاثنين هيدخلوا. برافو عليك يا فرويد. والاثنين يخلوا الفلاج يساوي كام؟ 1. والاثنين يدخلوا فين؟ اللي ناظرها لو كان في سي بي يو واحد، ان لو انا هشتغل هنا لغايه لما اوصل للنقطه دي، وبعد ما اوصل للنقطه دي وقت يخلص فاعمل سويتش دي. لما اعمل سويتش دي لسه الفلاج بيساوي كام؟ من هنا قبل ما انفذ دي لسه الفلاج بيساوي زيرو، فده برضه هنا. اوكي؟ سو ذس بروبلم ويل هابن. طب البروبلم دي موجوده ليه؟ عشان الفلاج اصلا كريتيكال ريسورس اساسا. الفلاج ده هنا اساسا از ا كريتيكال ريسورس، هو في حد ذاته محتاج يتحمي. صح؟ اوكي؟ انت لاحظت من شويه كمان لما هسويتش من هنا بعد لما الفلاج بيساوي 1 كان في مشكله؟ عملت سويتش بعد ما الفلاج بيساوي 1 كان هيبقى في مشكله؟ لا. المشكله ان لو انا عملت سويتش بين الاف وبين الفلاج بتساوي 1، يعني معناها انا عايز دي الاثنين دول يتنفذوا خطوه واحده. هستاذنك، خطوه واحده بنسميها اتوميك. لو دي اتوميك او خطوه واحده تتنفذ تكه مره واحده كده، عمر ما المشكله دي هتجيلي. المشكله دي هتجيلي لو انا بصيت على الفلاج بيساوي زيرو وقبل لما اخليه 1 ده اشتغل. لكن لو بتشك على الفلاج واخليه بيساوي 1 في نفس الخطوه، يعني الفانكشن بتاعتي اتوميك، المشكله دي عمرها ما هتيجي. مفهومه ولا لا يا شباب؟ مفهومه؟ اوكي. دلوقتي احنا فاضل 8 minutes. ال 8 minutes دي ممكن ابدا فيها اوريك ازاي تعمل الاتوميك انستراكشن دي، بس مش عارف اقدر اخلصها ولا لا في ال 8 minutes دي، او نخليها للمحاضره الجايه. ايه رايكم؟ تيجوا نبدا؟ أنا عايز أبدأ. تعال نبدأ. Hardware support for concurrency control. تعالوا نشوف مع بعض عشان يحلوا المشكلة اللي لسه قايلها فوق دي، إن يخلوا الـ two instructions دول atomic. قالوا إحنا ممكن نخلي الـ hardware يساعدنا. خلي بالك أي machine language، أي instruction موجوده جوه السي بي يو هي اتوميك. يعني انت كتبت موف اي ال،
خمسة، مش هينفع قبل يعني، مش هينفع في نص الموف وانت في نص الموف وانت في نصها تسويتش لحاجة تانية، هتخلصها كلها. اوكي، يبقى الانستراكشن دي اتوميك معايا، يبقى الامر الواحد الانستراكشن الواحدة اللي موجودة عندي اتوميك. فانا لو قدرت اعمل انستراكشن في الهاردوير تعمل لي الوظيفتين اللي موجودة عندي فوق دول انستراكشن واحدة، يبقى انا اقدر احل المشكلة اللي موجودة. اخترعوا ثلاثة different hardware instructions يقدروا يستخدمهم. أول حاجة test and set، ثاني حاجة compare and swap، وآخر حاجة exchange. هديلكم واحدة منهم وانتوا بعد كده تقروا لي الباقي عشان ممكن أسأل فيهم في الامتحان. أوكي؟ أطلع أهو compare and swap من ويكيبيديا. اوكي، ادي comparison، انا بطلع لك الكود بس عشان ايه تبقوا شايفين. ادي comparison swap، الكود بتاعه بيتكتب كالاتي: int comparison swap، هستاذنك هكتبها كاس عشان بدل ما اكتب comparison swap على طول. بياخد 3 parameters، اول حاجه is a pointer. اوكي، البوينتر ده خلي بالك يعني ايه بوينتر، يعني ده انبوت ولا اوت او ولا اوتبوت ولا انبوت اوتبوت. انبوت اوتبوت يعني لو تغير جوه الفانكشن بتاعتك هتشوف القيمه بره. اوكي، وبياخد اثنين بارامترز ثانيه، اولد فاليو اهو، اولد فاليو ونيو فاليو. اوكي، طب تعالوا نشوف الكود ده بيتنفذ ازاي. دي خلي بالك اللي انا بديهولك دلوقتي ده تيست اند سيت وده هاردوير انستراكشن، يعني ده امر واحد زي الموف. يعني ايه زي الموف؟ يعني لما هيتنفذ هيتنفذ اتوميكلي. يعني ايه هيتنفذ اتوميكلي؟ يعني هيتنفذ مره واحده لوكشه واحده، ومش هينفع وانا في نص واروح حته ثانيه، وما ينفعش برنامج ثاني ينفذ نفس الامر وانا بنفذه. يعني لو انا بنفذ الكاس دي محدش ثاني يقدر ينفذ الكاس على نفس الفاريبلز. ممكن ينفذ كاس على variables تانية، بس على variables نفسها no way، الهاردوير مش هيسمح. اوكي، الانستركشن دي من جوه شكلها كالاتي: int temp تساوي register بعدين if temp تساوي انا بنقل من ويكيبيديا على فكره old value، بس بغير شويه حاجات عشان تبقى مفهومه اكتر. اج تساوي new value، وفي الاخر خالص return. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه بياخد كوبي من الفاريبل اسمه ريجستر ده او اي حاجه ممكن تسميها اكس، مش فارق معايا، بيحطها فين؟ في التمب. بعدين بيقارن لو التمب اللي هو ده، ما هو ده هو ده، لو ده بيساوي old value امسح القيمه اللي كانت فيها وحولها لايه؟ new value، وفي الاخر خالص رجع التمب اللي هي كايه التمب دي؟ القيمة الأصلية اللي كانت داخلة هنا. مفهوم الفانكشن بتعمل إيه؟ بصوا عليها كده استوعبوها كويس. استوعبناها كويس يا جماعة؟ في حد مش فاهمها؟ لا تمام. أوكي، قولوا لي بقى إزاي أستخدم اللخبطة دي عشان أحل المشكلة عندي. لو ينفع كوبي تيبل؟ تعالى نجرب. بس عمل ازمه شويه، خليها اوكي. ازاي استخدم الكومبيرن سواب ده عشان احل المشكله دي؟ مين يقول؟ ممكن نبعت بعد الريجستر او راش نبعت ستور فلاج. برافو عليك. والاول فاليو الاول فاليو هتبقى الزيرو. برافو عليك. والنيو فاليو ال1. اهي شايف؟
if flag يساوي 0، انا اسف جدا، خلي flag يساوي 1. فدي الكود بتاعك هيبقى كده: while compare and swap star flag 0.1 تساوي 1 busy wait. تعملها كده هنا. sorry critical section، وبعدين flag بتساوي 0، والكود ده هيتكرر مرتين while ده في البروسيس الثانية بقى. compare and swap star flag 0.1 تساوي 1 busy wait، compare and swap قصدي critical section flag تساوي 0. شايف الحتة دي بسميها busy wait، انا فتحت braces وقفلت braces فاضية، معناها اللوب دي هتفضل تلف على نفسها طول ما الكونديشن ده ايه؟ true. حد عنده اعتراض؟ لا. وطول ما هي بتلف على نفسها هي مش هتنزل على مين؟ على الكريتيكال سكشن، معناها هحمي الكريتيكال سكشن. فطول ما الكونديشن ده ترو انا بحمي الكريتيكال سكشن، اول لما الكونديشن ده يبقى فولس اقوم داخل على الكريتيكال سكشن. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله؟ لا. طيب هو الكونديشن ده يبقى ترو امتى؟ لو القيمه بتاعت فلاج بتساوي كام؟ 1. عشان هو انت لو بصيت في الاخر انا بريتيرن تمبل هي كانت في فلاج، فالفانكشن دي هترجع 1 او هتبقى ترو يعني طول ما الفلاج ده بتساوي 1، ولما الفلاج بيساوي 1 معناها ايه؟ في كريتيكال ريسورس مستخدم يعني ريسورس. فطول ما في حد بيستخدم كريتيكال سورس الفانكشن دي هتلف على نفسها، تلف على نفسها، تفضل تلف على نفسها طول ما في حد بيستخدم كريتيكال ريسورس. طب اول لما كريتيكال ريسورس الحد اللي بيستخدمه اهو يخلص يخلي الفلاج بتساوي كام؟ زيرو. يبقى الفانكشن دي لما هتشتغل هترجع مكان 1 هترجع كام؟ هترجع 0. يبقى الكونديشن ده يبقى فولس وندخل على كريتيكال سكشن ده. مفهوم الحته دي ولا لا؟ طيب الحاجه اللي المفروض ناقصانا دلوقتي في البدايه خالص لما الفلاج يكون 0 ازاي الفانكشن دي هتحولها ل 1؟ اوكي؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. لما نادي الفانكشن دي في البدايه خالص الفلاج هيساوي 0، يعني هنا هيبقى عندي 0 وده طبعا ده طبعا 0 وده 1 اهو، ده اهو ده 0 اهو و1 اهو 0 اهو و1 اهو في البدايه خالص الريجستر بتساوي 0. هيقوم جاي هنا حاطط في التمب 0، هيتشيك هل الصفر بتساوي 0؟ يخلي الريجستر تساوي كام؟ 1. يقوم قالب الفلاج دي من 0 يحولها لكام؟ 1. فهو لما بيدخل اول مره في الفانكشن كول دي لما كانت الفلاج بزيرو هيحولها ل1، ولما يحولها ل1 هو بيقول لبقيه البرامج الموجوده في السيستم اي ام سوري انا دخلت فمحدش تاني هيعرف يدخل. بقيه البرامج لما هتيجي تشتغل وهتنادي كومبير اند سواب على الفلاج اللي انا شغال عليه هنا دايما الفانكشن دي هترجع لها 1، فالواحد بيساوي الواحد يعني الكونديشن ده ترو، وهتفضل تلف على نفسها ومش هتخش الكريتيكال سكشن لغايه لما البرنامج اللي كان جوه الكريتيكال سكشن ينتهي بيخلي الفلاج بتساوي كام؟ زيرو. الحالة دي هيفك البرامج التانية اللي موجودة عندي ويخليهم يدخلوا جوه الكريتيكال سكشن بتاعتي. مفهومة كده يا شباب؟ يا دكتور تمام. Very good. هستأذنك عايزكم تبصوا على ال compare and swap وال exchange. ده أنا عملت compare and swap. أنا قلت لك test and set، أنا عملت compare and swap. عملتها بالغلط. كنت عايز أعمل لك test and set. معلش. بص أنت على test and set و exchange على ويكيبيديا. وهستأذنك المحاضرة الجاية أنا هسألك إزاي أقدر أستخدمهم عشان بنفس الطريقة دي أو بطريقة شبهها أقدر أحمي الكريتيكال سكشن بتاعي. أوكي؟ تمام. الحاجة الوحيدة قبل ما أقفل المحاضرة بتاعتي نلاحظ إن هنا طول ما أنا مش داخل على الكريتيكال سكشن أنا بلف على نفسي، ما دام أنا بلف على نفسي أنا بإكسكيوت، أنا بنفذ حاجة، ما دام أنا بإكسكيوت بنفذ يبقى أنا موجود في أني ستيت وأنا بلف هنا؟ Running state. طيب هل بعمل اي شغل ليه لازمه ولا بلف على نفسي على الفاضي؟ بلف على الفاضي يعني، ما بلف على الفاضي ما بعملش حاجه. بنسمي الحته دي ان انا بلف على نفسي على الفاضي وشغال شاغل الرننج ستيت بدون لازمه بيزي ويت، مستني بس بيزي بس عمال احرق سي بي يو، ودي مش حاجه كويسه قوي صح؟ المفروض لما انا مش بستخدم سي بي انا مستني حاجه صح؟ انا مستني ايه؟ مستني الفلاج يبقى زيرو. مفروض استناه فين؟ الويتنج
برافو عليك في الويتنج ستيت. والاسبوع الجاي ان شاء الله هوريك ازاي نقدر نستناه بالويتنج ستيت، بالاضافه الى تكنيكس تانية للكونكرنسي كنترول نتناقش. اوكي يا شباب، مفهومه كده؟ فيري جود. خلاص هنقفل المحاضره. انا كنت قلت لك ان انا الاساينمنت بتاعي هغيره لغايه لما اشوف الكتاب الى يعني ايه كاو. اوكي، فانا هغير دلوقتي الاساينمنت بتاعي، انا كنت كاتبه تحل مسائل في الكتاب، لغايه بس لما اصلح لكم مشكله الكتاب ونرجع تاني للكتاب ان شاء الله. اوكي طب دكتور، ممكن حضرتك تكتب لنا اسم الكتاب على جروب بتاع الواتساب والإديشن اللي هنستخدمه، ادور عليه اونلاين حالا لغاية لما يبقى موجود على مودل برضه؟ حالا 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 نبعته، حالا نبعته. تمام، شكرا يا دكتور، شكرا يا جماعة، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. ما بعرفش اقفل البروجكت ده.